ينضم إلينا هاتفيا مشاهدينا الكرام الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ جميل، كيف ترى مردود قرار السيد الرئيس بإطلاق أسماء الرموز من الرياضيين والفنانين على عدد من الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، وما يأتي بناء على ذلك من تأكيد لدعم القيادة السياسية للرياضة المصرية والرياضيين المصريين أيضا؟ هو في الطبع احنا لازم نعرف من البداية، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في عام 2014 وهو دائما وأبدا ما يعيد الفضل دائما إلى أصحابه ويطلق أسماء رموز للدولة أو كل من قدموا للدولة من تضحيات من بطولات على المواقع الهامة داخل الدولة من طرق من كباري. احنا شفنا في البداية طبعا قاعدة محمد نجيب وإطلاق اسم محمد نجيب على هذه القاعدة وتكريمه بهذا القاعدة كأول رئيس للجمهورية، ثم بعد ذلك إطلاق أسماء الرؤساء السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات على حاملات الطائرات المسترال، ثم بعد ذلك إطلاق أسماء كل من قدم للوطن تضحية أو بطولة أو غيره لأسماء يخلد اسمه في التاريخ طبعا، يعني زي الفريق العصار رحمة الله عليه. اليوم طبعا الأبطال الرياضيين هو مكافأة مهمة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال مصر، وده هيبقى حافز لكل الرياضيين داخل الدولة المصرية وكل الشباب داخل الدولة المصرية ان هم يقدروا يحققوا بطولات ويجتهدوا في الرياضة بتاعتهم من اجل ان اسمهم يخلد في التاريخ ويخلد في الشوارع، ايضا تبقى الناس عارفه ان البطل لما هيحقق ميداليه او هيجيب انتصار للدوله المصريه هيخلد اسمه نعم. على طريق او محور او خلافه. طبعا النهارده طبعا تكريم الرئيس واطلاق اسم الفنان سمير غانم ده شيء مهم جدا، لان الفنان سمير غانم اسرى الحياه الفنيه المصريه وفي ذاكره كل الطوائف الشعب المصري شباب وكبار وصغار، أدخل البسمة على ملايين المصريين خلال تاريخ عمله الفني كله، قدم لمصر الكثير من الأعمال الفنية. طبعا ده أيضا تكريم للفنانين وتكريم لكل الفنانين المجتهدين اللي بيقدموا أعمال في ذاكرة الوطن. طبعا النهاردة كمان اللواء عمر سليمان رحمة الله عليه رئيس جهاز الاستخبارات السابق، طبعا هذا اللواء الرجل قدم لمصر الكثير، قدم خلال فترة عمله في القوات المسلحة المصرية وأيضا خلال فترة عمله نعم في جهاز الاستخبارات. وهنا يعني نطرح فكرة أيضا أستاذ جميل أن هذا التكريم يعني يأتي في جميع التخصصات وليست في تخصص معين، يعني سواء سياسيا أو رياضيا أو فنيا وما إلى ذلك، مما يرسخ أيضا قيمة ومفهوم القدوة بالنسبة للشباب سواء حاليا أو في المستقبل. بالضبط يا فندم، هو بيرسخ لكل من يقدم شيء القدوة، كل من يقدم شيء للوطن هو قدوة للشباب وقدوة لكل في مجاله على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والرياضي. نعم. بيكون قدوة. القدوة زي ما قلت لحضرتك ان الناس بيبقى في تحميس للشباب ان هم يقدروا ان هم يحققوا بطولات، ان هو حماس للشباب ان هم يقدروا على المجال السياسي يقدموا للوطن الكثير في كل المجالات. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيرسخ قاعده وبيرسخ مفهوم جديد لحب الوطن وايضا تعامل الوطن مع كل من قدم له تضحيه او قدم له رفع اسم مصر عليا. صحيح، وهذا امر هام جدا، يعني مردود هذا وتقدير الوطن ايضا. شكرا جزيلا لك استاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريده الاهرام.